نشرة اقتصادية تأتيكم من القاهرة الإخبارية وأهم ما فيها. صندوق النقد الدولي يؤيد إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم. مع اقتراب الموعد النهائي لتجنب التخلف عن السداد، الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين. وخلال افتتاح فعاليات مؤتمر طريق التنمية، رئيس الوزراء العراقي يؤكد على تعزيز التعاون مع دول الجوار. أهلا بكم. قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لكبح جماح التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تجديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية. أفاد صندوق النقد بأن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق لأزمة سقف الدين، وقال إن الاتفاق مع الجمهوريين في هذا الملف قد أصبح وشيكا، ووصف تفاصيل المفاوضات التي تجريها إدارته مع الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي وصفها بالجيدة. من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، قال إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية لتأمين صفقة لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية والبالغ 3,140,000,000,000 دولار، وتهدف المفاوضات إلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لرفع سقف الديون لمدة عامين مع وضع حد للإنفاق على العديد من البرامج الحكومية. في الأول من فبراير طلبت من الرئيس جو بايدن الجلوس من أجل المفاوضات، لا يمكننا تعويض تلك الأيام 97 التي قال إنه لن يفاوضنا أبدا. لقد تمكنا فقط من التفاوض في الأسبوعين الماضيين. نحن نعلم أنه وقت عصيب ونعي أن الأمر ليس سهلا، لكننا سنحرص على محاولة إنجاز اتفاق يستحقه الشعب الأمريكي ويغير المسار. لذلك سنعمل بنفس الجدية التي عملنا بها طوال الليلة الماضية. أعتقد أننا أحرزنا تقدما أمس، وأريد أن أحقق تقدما مرة أخرى اليوم وأن أكون قادرا على حل هذه المشكلة. من جهتها توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن أن يكون الموعد النهائي لرفع سقف الدين هو 5 يونيو بدلا من الأول من نفس الشهر، واستبعدت أن يلجأ بايدن إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لحل أزمة سقف الدين في البلاد. وتنص المادة التي أضيفت عام 1868 على أن صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح بها
بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك، ويعني ذلك أن النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم، ومن بينها معاشات التقاعد. هذا ويواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون مساعي التوصل إلى تسوية تتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها. وذكرت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق الحتمي لكي يقبل الجمهوريون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المتابعة حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر سكايب من لندن محمد يسلم الفلالي الخبير الاقتصادي. أهلا بك. بداية، هل تتخلف في رأيك الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون؟ وماذا عن تأثير هذا التخلف على الاقتصاد العالمي؟ هل يضاهي أثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثلا؟ أهلا أختي الكريمة فيروز. الجواب بسرعة هو لا. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد الديون، لأن استدامة الدين الأمريكي واضحة، والمشكل هنا هو ما هي التداعيات الأخرى غير مباشرة التي ستؤثر على قرارات الاستثمار وقرارات الأسواق المالية. ولكن لا أعتقد أن هناك خطر، وأظن أن هذا هو اعتقاد جل الأسواق. طيب سيد محمد، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فما هي الخيارات المطروحة ربما أمام الخزانة الأمريكية في هذا الموضوع؟ الخيارات قليلة للأسف الشديد، لأن هناك خيارات تكتيكية. مثلا بين الواحد، الخطر الآن من ناحية السيولة وبين بداية الشهر ومنتصف الشهر، بين الواحد حتى 15 يونيو تقريبا، بعده تبدأ مداخيل الضرائب التي تمثل نوع من السيولة، ولكن هذه الحركات التكتيكية لن تحل المشكلة. والمشكلة هو سقط الدين الذي يرجع إلى أسباب قانونية بحتة، ترجع إلى بصل السلوكات منذ بداية نشأة الولايات المتحدة الأمريكية. وفقط هذا ذكرناه المرة الأخيرة، أن رفع السقف رفع منذ 1960 أكثر من 78 مرة، وبالتالي هذه حركات سياسية قانونية وعملية بالنسبة للميزانية وبالنسبة للمصاريف الأمريكية. وهناك وجهة نظر، كل يعلم أن هناك خلاف بين السياسيين بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يخص نوعية الإنفاق، وإذا كان من الواجب الآن نقص الإنفاق أو الترك على ما هو عليه الآن. باختصار أظن أن الأثر هو أثار قليلة غير مباشرة. وإذا أردنا أن نوسع حيز الخطر قليلا، يمكن أن نقول أن الأثر سيكون على الدولار. فقط لأعطيكم رقم مهم ووضع الأمور في سياقها، منذ 2001 الولايات المتحدة تسجل عجز تريليون دولار كل سنة تريليون دولار منذ 2001،
وهذا يرجعنا إلى ما يحدث في قضية الدولار والتحركات العالمية لنقص هيمنة الدولار في الأسواق العالمية، لأن هذا التريليون الدولار أكثره يأتي من اقتصادات العالم العالم، وأكثره يأتي من ادخارات الدول العربية والصين والدول الأخرى في العالم. نعم. طيب في رأيك سيد محمد، يعني خبراء اقتصاديين ذهبوا إلى أن الطرفان قد يلجأان لتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق، ما هي أهم التنازلات ربما التي قد يقدم عليها الجانبين للتوصل لاتفاق بهذا الشأن؟ هي نقطة أساسية، هي نقص الإنفاق. بالنسبة للجمهوريون الهدف هو نقص الإنفاق، ولكن هذا سيؤدي إلى أن تتأثر سياسات بايدن الاقتصادية للانعاش الاقتصادي، وخاصة المتعلقة بما يعرف بسياسات الصناعية، السياسة الصناعية التي تبنتها الولايات المتحدة الآن والتي تقتضي الكثير من الاستثمارات والإنفاق. النقطة الأساسية لكي يبقى المشاهدون على باختصار ليفهموا القضية هي قضية الإنفاق، أن الجمهوريون يطلبون نقص الإنفاق. نعم. طيب سيد محمد، تباينت ربما التوقعات بين رفع الفائدة الأمريكية وتثبيتها خلال يونيو في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد، ففي رأيك ماذا تتوقع؟ هل يتم رفع الفائدة أم تثبيتها؟ هنا سأرجع إلى الكونسنسس، سأرجع إلى ما يتوافق عليه الأغلبية وخاصة وأيضا الصندوق النقدي الدولي. هناك أربع نقاط سجلت الأيام الأخيرة وهي واضحة، هي أن الولايات المتحدة اقتصاد مرن وثابت وفي نمو، والطلب مرتفع، وفي نفس الوقت السوق العمل جيدة. المشكل أن التضخم الآن إذا وصل إلى 4%، هذا لا يعني أن هناك نجاح بوعد التضخم. التضخم الهدف الفيدرالي هو 2%، وبالتالي حسب جميع المعطيات وحسب جميع التقارير بين الولايات الفيدرالي سيواصلوا سيزيدوا 0.25 تقريبا في الشهر القادم، وسيثبتوا نسبة الفائدة لمدة أطول لكي ترضى عن التضخم وترجع إلى الهدف الأساسي وهو 2%. عبر سكايب من لندن السيد محمد يسلم الفلالي الخبير الاقتصادي، أشكره جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أن طريق التنمية هو شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات أيضا. وقال السوداني خلال افتتاح مؤتمر طريق التنمية في العاصمة بغداد إنه من خلال المشروع الذي سيخدم جيران العراق والمنطقة ستنطلق بغداد نحو شراكة اقتصادية واسعة بحسب وصفه. إننا نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جمع جهود التكامل الاقتصادي. ميناء الفاو الكبير الذي قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام سيكون بوابة هذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل معه المدينة الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية. كانت فعاليات مؤتمر طريق التنمية انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد، والذي يعقد بحضور ممثلين من 10 دول. يتناول المؤتمر بلورة التفاهمات الأولية التي عقدت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة وزعماء الدول العربية والإقليمية. يشارك في المؤتمر وزراء النقل في بلدان الجوار العراقي ومجلس التعاون لدول الخليج، فضلا عن ممثلين للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 72% على أساس سنوي. يأتي ذلك بينما تعمل الدولة المصرية على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي إطار دعم الاستثمارات، سلمت الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية هو 15 شركة. وجاءت الموافقة للشركتين نظرا لخططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصرية والتشغيل الكثيف للعمالة واستهداف تصدير جزء من المنتجات، بما يتفق مع رؤية مصر 2030. أبقت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف البحرين عند بي بي بلس مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية. وخلال العام الماضي حقق اقتصاد البحرين نموا بأكبر وتيرة منذ عام 2013، ذلك بنحو 4.9%، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبحرين بنسبة 26% محققا أعلى نسبة نمو منذ العام 2012. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن دول مجموعة بريكس ستسارع في الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، لكن لا يزال من الصعب الحديث عن عملة موحدة للمجموعة. وأوضح أن محاولات الغرب لتقييد الصادرات الروسية ومنع المعاملات المالية تشجع العديد من الدول على التفكير في بدائل الدولار. اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوتشي نيشيمورا ونظيرته الأمريكية جينا ريموند على تعزيز التعاون في تطوير الجيل الجديد من أشباه الموصلات. وفقا لبيان مشترك، سيعمل الجانبان على تشجيع مراكز أبحاث أشباه الموصلات في البلدين على وضع خارطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق. تشمل مجالات التعاون أيضا الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا الحيوية. أعلن عدد من البنوك البريطانية رفع سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري في ظل توقعات بقيام بنك إنجلترا بزيادة سعر الفائدة الشهر المقبل لكبح جماح التضخم. تقدر المصارف البريطانية العاملة في قطاع الرهن العقاري أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة من 4.5% إلى حدود 5.5% خلال الشهرين المقبلين. قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إنه يتعين على الحكومة البريطانية دعم قرارات بنك إنجلترا بشأن رفع الفائدة، وأضاف أن مخاوف الركود لا تعني التخلي عن مسار محاربة التضخم، نظرا لأن التضخم هو أهم أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي. وتتحرك أسعار الفائدة في بريطانيا حول أعلى مستوياتها منذ 16 عاما عند 4.5%، ومن المتوقع أن تنهي العام عند 5.5%. تعهدت واشنطن وبكين بإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بينهما رغم خلافاتهما التجارية، ذلك في أعقاب زيارة وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب فترة من التوتر المتنامي بين البلدين. وخلال محادثات وزير التجارة الصيني مع نظيرته الأمريكية جينا ريموند، أعرب وانغ عن مخاوف بلاده بشأن سياسات الولايات المتحدة تجاه الاقتصاد والتجارة مع الصين وأشباه الموصلات أيضا، فضلا عن القضايا المتعلقة بمراقبة الصادرات ومراجعة الاستثمارات الصادرة. رفض الرئيس الأريتري أسياس أفوركي المزاعم القائلة بأن الصين خلقت ما يسمى بفخ ديون للدول الأفريقية، واصفا هذه المزاعم بأنها محاولة لتشويه سمعة العلاقات الصينية الأفريقية. هذا وأضاف أفوركي أن الخطاب الذي تستخدمه بعض وسائل الأعلام الغربية يهدف إلى تقويض جهود الصين لتعزيز التعاون عبر القارة.
إلقاء اللوم على الصين فيما يسمى بفخ الديون يقصد به التشهير بالإنجازات، وربما محاولة خلق بعض الشقاق في التعاون الأفريقي الصيني والتضامن الذي حقق التنمية الاقتصادية التي نراها اليوم. القوى المهيمنة على المسرح الدولي ترغب في تصوير العلاقات الصينية الأفريقية بشكل خاطئ على أنها استغلالية وليست مفيدة للطرفين. الصين ستكون على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة والسماح للحكومات باقتراض الأموال، ولكن في نهاية المطاف تقع قضية الإدارة على عاتق الجانب الأفريقي. قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات أيضا. وأضاف الوزير أن الصين تدعو اقتصادات أبك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد. تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح، كذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي. وانخفضت الأرباح بواقع 20.6% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي أبريل وحده تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي بواقع 18.2% على أساس سنوي. أعلنت حكومة فيتنام سعيها لخفض صادراتها من الأرز إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول 2030 مقابل 7 ملايين و100 ألف طن في العام الماضي. وسيؤدي القرار إلى خفض إيرادات فيتنام من تصدير الأرز إلى 2.62 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. تهدف الخطوة إلى تعزيز صادرات الأرز عالية الجودة وضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي أيضا. قالت وكالة بلومبرغ أن بنك فيرست ريبوبليك خصص أكثر من 10 ملايين دولار لعشرات الموظفين سنويا في ذروة انهياره، وفي وقت سابق من مايو الجاري وافقت جي بي مورغان على دفع 10.6 مليار دولار للسيطرة على معظم أصول البنك في صفقة لحل أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008. بهذا تنتهي هذه الجولة الاقتصادية. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 vertical أو رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. كنت معكم في هذه الجولة الاقتصادية، أنا فيروز مكي، شكرا على طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.